ده البيت مال الايتامان. هذا البيت بالفرح هذا. يلا الله الله يلا عيني. جزاك الله خير خليك هنا. هاي الايتام. يلا سيدنا بعد من عندكم هنا؟ تعال تعال خذ له علاقه. خلي يقرا الفاتحه للسيد الشهيد رحم الله والديك سيدنا انعم الله عليك من قلت لنا. هذا هذا يلا اخذ له علاقه. هاي طيهم طيهم. لا دجاجه ولحمه مو؟ دجاجه وكيس لحم. جزاك الله خير سيدنا الله يرحمه. انت بتوزع متاخر يعني بس الفطور منه وش وقت تطبون؟ لا على باكر. افطر يمنا. اشكرك. جزاكم الله خير. هاي دجاجه وكيس لحم. الله يرحم والديكم لعائلة الايتام. نسأل الله ان يتغمد برحمته بحق. هاي 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 جيب جيب. هاي لحم متروم؟ اي متروم هذا عين كيس لحم هاك تفضل. هاي دجاجه كيس لحم ذبح شرعي هذا. وهاي علاقه اقرا الفاتحه سيدي. يلا عيني هاي دجاجه وكيس لحم. يلا خذ هذا. اقرا الفاتحه للسيد الشهيد سيد محمد الصدر. طلع لنا بالباب. الله يا عدل. يلا عيني هاي وصلنا هين. جزاكم الله.